مرحبا جميعا، معكم بلال من قناة كلاش. اليوم رجع لكم فيديو عن كلاش اوف كلانس. رح نهجم تحدي، انا رح اهجم عليه بالون ولافا، هو رح يهجم عليه بالون لافا. يمكن معه غير ممنوعته الاستراتيجي. انا ايش عرفني بالاستراتيجي؟ بس هو معه بالون. نبلش بالتحدي. نحن زمان تاع اللافا، نحن خلينا نحكي شوي. نحن طبعا هلا رح نعتمد مو على النجم ولا على النجمتين، رح نعتمد على النسبة. فإذا زول جاب نجمتين 50% وأنا جبت 57%، أنا اللي بفوز موبي. واكتبوا لنا العقاب بالوصف تحت. يلا لا جاهزين؟ ايه. أنا حلعب تحدي هسه نبيل من تصميمي. يلا يلا بسم الله. والله شوف كيف رح نلعب مع هالخصم. أنا طبعا تصميمي ضعيف أدري. هلا هو معه دعم لك، ما غير يجا إشعار غير هلا. كيف بدنا نشيل الدعم؟ واحد يفكر. ما معه دعم. إجباري رح أستغني عن اللافا. هي إجباري رح أستغني عن اللافا لأني رح أشيل الدعم. طيب خلينا نتشاهد بلان من عندي. بلال هجوم المنوب على خير. طبعا نوم هجومك ادري. طبعا وين الاكسبو؟ حلو. دمرتوا شيء؟ ما بعرف، ماني منتبه على الاكسبو. حلو رح نحط تسريع هون. هيك هون اخذنا دمج حلو. رح ناخذ بيت. هلا معي مليون هون، شوية مليون. حط صحيح دعم نسيته. يلا معلش. حلو اخذنا منه دمج حلو، بس تصميمه صعب على فكرة. رح اعطيه صعب مثل ما بيعطيني. تعالوا حط طاقة الملك. تسريع هون. حلو جبت منك 61% والبيت رح يروح 65%. انا شايف رح امسحه. مسح ان شاء الله. انا خسران التحدي. لسه معي طاقة الملك، بس برج الساحر رح يلبكني. انا غلطت وحطيت طاقة كفو. خدنا على المسح. اما ما توقعت انه امسحه. عبد خصم صعب. يا وي مكذبة. بس هو محترف باللعبة. ما مطول الدفاعات، بس محترف. احط طاقة الملكي. خلص هيك بكون مسحنا الخصم. استراتيجية حلوة. وراح نشوف هلا هجوم عرض. ويجهز حالك. راح يكتبونا. راح يكتبونا عقاب ولا ايش؟ يكتبونا عقاب. انت اكتب. يلا. ما كتبتوا لي عقاب بالفيديو الجاي، اكتبوا لي عقاب. يا اخي فيديو. يلا بعد تحدي. او ليش للذكرى. يلا. جاهز؟ جاهز. هاي تحدي وراح نشوف كيف راح تلعب. ماكو شيء. ماكو شيء. يلا. لا طيس تصميمك صعب. تصميمي صعب لإزالة الدعم. طبعا نحن بدنا نهجم من جهة الملكة اللي معار صغير هنا. وزارتين. قلت لا تقول اثنين وزر لأنه ما بينزل شيء عندنا لهلا. زدت المفجر، نحط الملك والملكة. وطلع الدعم. السم 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 السم. نزلت غضب هون. أو راح الوزر. نزلت انعاش. حلو معك سمت ماكس. عمل سماء وبوالين كتير. منطاد. وهلا بنبلش نحط لافا هون ولافة الدعم. ونزلت بالون هون، بالونين هون، بالونين هون، بالونين هون. بالونز 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 بالونز. طاقة الملكة. ونبلش نذيب هذا النهيج. طاقة الملك.
تسريح هنا تسريح هنا اخل غضب هون ما بتوقع لا راح يمسحني لا اذا تعادل عطول نحن بنتعادل انا وياك بنسى هذيك المرة هذيك المرة بس بعدين بقيت قبلت وخسرتها لا ما حشيلك مسح يا حرام بس ليك هون في منيون كتير و وساحر على فكرة كنت مسحتك لو ما عندك الاكس بو جو ارضي بس حلو التصميم استخدمه مو؟ تصميمك حلو كمان بدي اهجم بالحر اول شيء طبعا صحيح هلا راح نشوف هجوم عبد بالحر خلينا نسحب اشرفني يلا هسه نروح لعند الحرب شاهدني هلا طبعا اكتبوا له طبعا انا مخطط لتصميم الحرب طبعا هو خسر اكتبوا له عقاب صعبوا له لا لا على كيفكم ايش ما بدكم تكتبوا لما نشوف خلي بلال يستكشف الخصم رقم 8 روح شوفه 8 8 نشوف مع الخصم نوريكم هجمة خصم شبه صعب الاكسبو ما هو جوا محتاجه حلو؟ طبعا جوا بدي ما هو دام يمكن انا دام انا هسه بفهمكم كيف بدي اهجم طبعا بس شوي بدي اهجم من طرف الملك والملكة ودعم الكلان وبدمر هذا المضاد وهذا المضاد واذا قدرنا نوصل لثالث مضاد ليش عم ماشي يلا لا طبعا في واحد بعد الفيديو هالسبب الضحك واحد بعد التحدي اول شيء بروح اعمل التحدي معه صفي حساب قديم شوفني لا ها تحدي مع واحد من الكلان يلا من زملائي في الاول ليفل 10 اكو يا محمد نشوف عبد كيف راح يمسح ليفل 10 راح اجيب منه نجمته طبعا اذا جبت منه نجمتين لحد يكتب له التحدي هذا التحدي مني لبلال اذا جبت منه نجمتين لحد يكتب التحدي لك ما عم ما بتشاهد انا عم استنى نعطي الغضب هنا ندي لهم اسم هنا نعطي نعاش هنا هلا حلو هلا السواحي رح يشتغلوا شغله مع الدعم هي المهم انا لازم اتضمن نجمتين لانه طبعا بلش دب باللافا لا بلش بالمينيون راح طاقة الملك بنبلش نزلت بعد يا فاشل الهجوم الجوي انا صراحة راحت نسيت حط طاقة الملك حط لهم تسريح هون يا مان حط لهم تسريح هون ندب لهم هذا هون ان شاء الله بنجيب معك ارشر واحد يتركها خليها ما اعتقد اللي بجيبهم عند البيت محصن بالافخاخ الجوية بس ما عنده برج نار ليك القوس جوي كمان ليك جبت منه نجمة جبت نجمة بجيبه عندي مون بي مو مالا يجيب نجمة وبنسحب من التحدي تمام ما تجيب نجمة يلا هلا بنروح هجوم الحرب جاهز؟ لنشوف كيف راح يمسح الخصم رقم 8 وانا استكشاف وانا كمان لازم استكشف يلا خلاص بس استكشف هجوم وزد حالك على الموت يلا راح يطلع لي عاد الارض كون مشاهدة حية نشوف منين بدك تهجم كما خططت لا تهجم لا تحكي انا بحكي بريح حط الحجر من على اليسار حلو ولا بس طلع الدعم عندك الحجر ليفل 3 طورته كنت بدي ارفع على لا خلينا نحط نعاش هون بدي الوزر ما بيموتوا طلع كلان دعم الكلان من زيت غضب هون ما بيع دعم زيت غضب لسه على هلا ما بيع اوه دعمه خرافي حلو حلو هلا السواحي راح يشتغل حط. شغلان طاقة الملك لا الملك طاح ليش ليش بابا ليش طاح راح الانفيرنو وماتت الملكة بنحط خاصية الملكة هسه كيف نهجم من هون طبعا يلا حط لافا من كفو هجمت من جهة اللي انا كنت بدي اياك تهجم منها لو حاطط الجنود على اليمين شوي
على يمينك هيك. شلون بدي اقول؟ هيك هيك عند الحجر عايش ده حي. حلو راح تمسحه، راح تمسحه على فكرة. بس برج الساحر فكرة حلو اذا ضلت الله. برج الساحر شفت الله هي ساعدتنا، بس برج برج الساحر اكو عندي عشر عشر عشر. برج الساحر راح يلبكك. لا لا بيروح بيروح راح لانه لا. في بالونين هلا بشيلهم ليك بشيلهم. حلو بس يعين على وجبناه مسح للخصم. حلو والله انك بطل، هذا اول منه ومسحته. هجمة مرتب ده طبعا، هجمة عم خطط عليها. لو في تحدي بخريطة البناء هاي القرية الجديدة كان أحلى. كنا لعبنا ضد بعض وجبنا أنا بدي أطور التاون هول بالقرية الجديدة على الليفل 4 بعد 4 أيام، لأنه خالص الليفل 3 مكسر كل شيء فيه. وحش يا عبد، وحش وحش. إي خليني أشوف التعليق من الكلام. الكلام ما ساكت. رد عيد الهجمة وشوف. حابين تقولوا شيء لليوتيوب؟ حلو مسحوا. هذا انت اول هجوم تهجم بالقبيله شو وانت انت الهجوم اكثر بطوله. خلاص هلا لا بعتقد انه خلصنا الفيديو ان شاء الله قبل ما يجي العيد او بالعيد بدنا نوصل 1000 مشترك. وإذا وصلنا 1000 مشترك رح نعمل جيبات قوية. هلا بتقولوا لي بالتعليقات ايه طبعا جيبات طبعا 500 دولار او 50 دولار. شو 50 دولار ثانية؟ 50 دولار لا هي مو لا اتخسر. رح نعمل جيب قوي عن هذه مفاجأة. بدي اعمل عن سامسونج جالكسي 7 عمود. انا بدي اشتري قطة ان شاء الله، بس امي بدها تشتري 7 قطة. عطتني القطة وخلت السبنة عم احكيهم سويدي. عطتني 8 وخلت عندها 7. قلت لها طبعا مو هذا لا تعمل هذا 10 ان شاء الله. المهم بسطونا هلا للعيد 1000 مشترك ورمضان كريم علينا وعليكم. طبعا هسه لحد الان انا صايم لانه بصير افطارنا هون الساعة 11. مو ما حوش في ساعة هون بصير مسوي ساعة عم بكتب لي. شوف 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 وين شو عم بكتب وين على قناة على خلص خليك الو اسمها هل يكتب كلاش ايو كلاش كلاش ايو زنب رمضان لازم نغير الفيديوهات سويا اطول طبعا حتى يغسلنا ايش ضل ما خلص رمضان لسه ما نزلنا الفيديو. يلا هذا ثالث يوم واقع شبيك استنى اقطع تصوير ثالث يوم عندنا خلص لو نحت يلا هيك ونصرنا على اليوم كان معكم بلال عبد المخنط كلاسيكو.